الله والله 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 الله والله 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 الله والله 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 في أبي أجنبي كنت بتكلم وكان صوتي ما يطلع كانت أصعب أيام علي هاي الأيام كنت صعب أتواصل بيني وبين أهلي أفهم شنو أبي طبعاً كنت أنا أحتاج إنهم يحركوني فكان صعب علي أتواصل وياهم وأفهم اللي أبي الحمد لله بعد كم يوم الوالدة ابتدت تفهم علي قلت الحمد لله على كل حال وبعدها تمت ودع تقريباً سنة ونص من غير صوت الله المستعان سنة ونص اي كان مضايقني هذا الشيء كنت اقول انا بصبر على كل شيء اتمنى بس ان صوتي يرجع الحمد لله بعد فترة هذا صوتي رد اقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله انت متفائل؟ افضل شيء الانسان يتفائل ولا يأس من روح الله للقوم الكافرون صح ولا لا؟ الانسان ما يأس من روح الله ابدا البلاء ترى على قدر الأجر الله عز وجل أراد أن يأجرك ويرفع درجاتك أكثر زاد البلاء ولا زال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة والله لو الصحيح يدري شنو الله راح يأجر المبتلى يوم القيامة يتمنى كل صحيح أن ابتلاه الله ولو قرض بالمقاريض لو تقطع لكن احنا ما ندري ما شفنا الأجر بعيوننا ولهذا يقول ابن عباس يحثى من الحسنات حثوا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ما في عدد خذ من الحسنات ما شئت بغير حساب وغير عدد أمك شلونها وياك أمك ما تتعب مسكينة تتعب ولكن ما مقصرة أظن أكثر واحدة ترحمك وتعطفك أكثر واحدة وياي شنو توجه رسالة حق الوالدة الحين الوالدة راح تشوف الحلقة والوالدة راح تسمع الكلام شنو توجه رسالة الوالدة أقول لها صبري علي أصبر أنا أصبر علي العظيم أني أمتعي مع أصبر قبلني قبلني بس ذكرت الوالدة خلقتك العبرة هذه الوالدة هذه أرحم الناس بالعيال الأم ما في أرحم من الأم بالأولاد وإن شاء الله راح تردها الجميل يوم القيامة راح تردها الجميل هذا أجر كله في ميزانها هي أيضا مستفيدة هي حسنات كلها في ميزان حسناتها بإذن الله عز وجل والأم تتمنى لو تحرق نفسها بالنار ولا يصيب ولدها شيء هذا الأم وجه رسالة ليعقول أمهاتهم يا إبراهيم وجه رسالة لعقول أمهاتهم كما قلنا انصحهم لعقول أمهاتهم قلنا أمهاتهم يمكن ما أحد غيرها راح يدوم كمنا وحتم الله يثبتنا وياك على طاعته واحنا اسفين اليوم ترى ثقلنا عليك يا ابراهيم ويمكن ذكرناك باشياء شويه ضايقتك شويه لكن الدمعه عشان الام تسوى صح ولا لا؟ وجه كلمه حلوه حق امك الله يخليك
We are one, no mama. Who should stand with each other through all the highs and lows? One, no mama.